السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ثالث؟ اليوم يا مس عنوان درسنا مادة التربية الإسلامية صلاة السنة. اليوم بدنا نعرف إيش هي صلاة السنة، تمام؟ ركز معي يا ثالث، خلينا أول إشي فرض الله تعالى علينا صلوات. الصلاة حكينا هي من أركان الإسلام، الصلاة ركن من أركان الإسلام، وكمان الصلاة هي عمود الدين، صح؟ هي عمود الدين، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم، نستذكرهن أنا وياكم، اللي هي الفجر، الظهر، العصر، والمغرب، والعشاء، تمام؟ إذا الصلوات اللي فرضهن الله تعالى علينا في اليوم، إحنا منصلي باليوم كم من صلاة؟ اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ماشي يا ثالث؟ إذا فرض الله تعالى علينا 5 صلوات في اليوم، 5 صلوات في اليوم. إذا نرجع نحكي لكم الصلوات اللي فرضهم الله تعالى علينا، اللي هي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، تمام؟ أنا بدي ألخص لكم الدرس في شو المقصود أول إشي بصلاة السنة. صلاة السنة هي الصلاة اللي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، القيام ببعض الصلوات قبل الصلاة المفروضة أو بعدها. فعندي السنة القبلية، وعندي السنة البعدية، تمام؟ وهاي اللي هي الصلاة المفروضة، عدد ركعاتها، تمام؟ وهون السنة القبلية والسنة البعدية، تمام؟ أول إشي ركز معي، إذن الصلاة المفروضة هي فرضها مين؟ الله سبحانه وتعالى علينا. صلاة السنة اللي هي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام فيها بعض الصلوات قبل وبعد الصلاة، تمام؟ القبلية اللي هي المقصود فيها إيش القبلية؟ قبل الصلوات المفروضة. البعدية المقصود فيها بعد الصلوات المفروضة، ماشي؟ طيب، أول إشي الفجر، إحنا لما بنصلي الفجر كم الركعة؟ الفرضهم الله تعالى علينا كم؟ ركعتين. الفرضهم الله تعالى علينا كم الركعة؟ ركعتين، ماشي؟ كم الركعة؟ ركعتين. الفجر إله سنة، هاي في عنا كمان جدول، بس اطلع على الجدول رح أكتب لك إياه أنا. السنة القبلية لصلاة الفجر إله سنة قبلية، وليس له سنة بعدية، لا يوجد له سنة بعدية، إله سنة قبلية. كم عدد السنة؟ يعني قبل ما نصلي، اللي هي قبل ما تنوي، اللي هو للصلاة المفروضة، إيش؟ منصلي سنة قبلية، اللي هي عدد ركعاتها ركعتين،
تمام. إذا لها سنة قبلية، صلاة الفجر لها سنة قبلية وهي ركعتان. صلاة الظهر، الظهر كم من ركعة؟ كم من ركعة يا ثالث بتصلي؟ أربع ركعات، أربع ركعات، تمام؟ صلاة الظهر أربع ركعات، أربع ركعات. صلاة الظهر إلى سنة قبلية وبعدية، القبلية أربع ركعات والبعدية ركعتان، القبلية أربع ركعات والبعدية ركعتان، تمام؟ العصر، العصر أربع ركعات، العصر ليس له سنة قبلية وليس له سنة بعدية، ليس له سنة قبلية وليس له سنة بعدية. المغرب، المغرب عدد ركعات الفرض ثلاث ركعات، ليس له سنة قبلية لكن له سنة بعدية، وعدد ركعاتها اثنتان، عدد ركعاتها ركعتان. آخر صلاة اللي هي صلاة العشاء، العشاء ليس له سنة قبلية، ليس له سنة قبلية، ليه سنة بعدية، وبتعرف هذه صلاة الوتر، هاي مش سنة، صلاة وتر. إذا إذا نرجع من عيدها، الله سبحانه وتعالى فرض علينا خمس صلوات في اليوم، وهي صلاة، وهي صلاة الظهر، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. عدد ركعات وصلاة السنة هي اللي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام بها قبل الصلاة المفروضة وبعد الصلاة المفروضة. الفجر عدد ركعات له سنة قبلية، يعني قبل صلاة الفجر بنصلي ركعتان. الظهر أربع ركعات قبلية وركعتان بعدية. العصر ليس له سنة قبلية أو بعدية، هو بس صلاة فرض من الله سبحانه وتعالى أربع ركعات. المغرب له سنة بعدية، والعشاء له سنة بعدية ركعتان. الجدول بدنا نكتبه على الدفتر يا ثالث ونحفظه عن غيب، نحفظ كل صلاة حتى نطبقها، يجب تطبيقها، تمام؟ طيب نشوف الجدول الموجود عندي في الكتاب اللي هو صفحة 19. هاي عندي الصلاة اللي هي كتبناها، هاي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عدد ركعات الفجر ركعتان، الظهر أربع ركعات اللي فرضها الله تعالى، هاي المفروضة. العصر أربعة والمغرب ثلاث والعشاء أربعة. طيب نيجي على هاي الجدول اللي كتبناه، شايفين صلاة الفجر له سنة قبلية ركعتان، صلاة الظهر أربع ركعات وسنة بعدية ركعتان، صلاة العصر ليس له قبلية ولا بعدية، صلاة المغرب ركعتان، وصلاة العشاء ركعتان. عندي أحرص على أداء، أحرص على أداء صلاة السنة لأنه حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فيها مزيد من الأجر والثواب من خلال الحديث. اطلع هاي الصلوات، شوف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلعوا يا ثالث، من صلى في يوم وليلة، يعني باليوم، 12 ركعة سوى المكتوبة، يعني سوى المفروضة، بني له بيت في الجنة. شوف الأجر، بني له بيت في الجنة. أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، زي ما كتبنا، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح اللي هي الفجر. إذن إيش هو الأجر والثواب؟ بني له بيت في الجنة، بني، تتخيل يكون لك بيت في الجنة. إذن من صلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى في يوم
وليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. طيب نشوف الأسئلة الموجودة عندي هون. ما المقصود بصلاة السنة؟ صلاة السنة هي الصلاة، هي الصلاة التي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي القيام ببعض الصلوات قبل وبعد الصلوات المفروضة. تمام؟ طيب نشوف السؤال الثاني. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. الصلاة التي لها سنة قبلي وبعدي، يعني لها قبلي وبعدي، هي صلاة إيش؟ الظهر. طيب عدد ركعات السنة البعدي لصلاة المغرب لما بنصلي ثلاثة، إيش صلاة السنة؟ ركعتان. إجابة رقم جي. طيب هيك يعطيكم العافية يا ثالث. زي ما حكيت لكم نكتب الجدول على الدفتر ومنحفظه حفظ عن غيب، ومنقوم بتطبيقه، منقوم بصلاة السنة للصلوات. لكم المزيد من الأجر والثواب، وزي ما حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بني له بيت في الجنة. ويعطيكم ألف عافية.